أبانا صاحب الغبطة، اليوم بكيركي عم بتضج بوجود شبيبة العذراء مريم، شبيبة الأخويات اللي إجوا من كل لبنان يطلبوا بركة غبطتكن ويحتفلوا بيوبيلن الفضي 25 سنة على تأسيس أخويات شبيبة العذراء مريم ببكركي برعاية وبركة غبطتكن. الشبيبة سيدنا هي شبيبة الكنيسة اللي بتحب كنيستها وبتحب بطركها وبتحب مطرنتها وأبرشياتها ورعاياها. اليوم أمام غبطتكن بتجدد الوعد والأمانة على متابعة المسيرة، وتكون العذراء مريم هي دايماً الأم والمعلمة والشفيعة اللي بتدلنا على ابنا سيدنا يسوع المسيح. باسم الشبيبة، اللجنة المركزية واللجان الإقليمية وكل الحاضرين، نشكر غبطتكن على استقبالكن لشبيبتنا يحتفلوا بيوبيلهم ببكركي، وهني ملتمسين بركة غبطتكن وصلاتكن حتى الرب يكون عم بيقويهم بمتابعة المسيرة ويضلوا عايشين الأماني اللي وعدوا فيها لما تكرسوا والتزموا بأخويات الشبيبة. بركة غبطتكن وصلاتكن لإلنا. شكراً. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا أيها الرب يسوع أن نحتفل بتذكار ارتفاع صليبك المجيد بالتهليل والترانيم المقدسة، وعندما تظهر في اليوم الآخر وتبدو علامة صليبك أكثر إشعاعاً من الشمس، ضمنا إليك واغمرنا بنورك الأبدي، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. افتح اللهم شفتي حتى يميل فؤادي إليك. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، والرجاء صالح لبني البشر. لنرفع التسبيح والمجد والإكرام يا المخلص الذي جعل خشبة صليبه سورا حصينا لرعيته ووضع سقف خلاص لميراثه ورفع بها شأن بيعته وأبهج الشعوب التي آمنت به. برخمور أبو الرشريشون الصالح الذي له المجد والإكرام على هذا اليوبيل،
وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. أيها المسيح إلهنا، يا من بصليبك الثمين أتممت لنا خلاصا كاملا وأهلتنا اليوم أن نحيا ذكرى صليب خلاصنا، ها إن نعيد له بالتسابيح والمدائح هاتفين. تباركت يا عود الصليب المقدس، لأنك محوت لعنة آدم وأرجعت المنفيين إلى ميراثهم. تباركت لأنك وصلت بين العلويين والأرضيين. تباركت لأنك تممت الأنبياء برموزهم ونرت الرسل في كرازتهم وكللت الشهداء بإيمانهم وشرفت المعترفين بظفرهم. والآن نسألك أيها المسيح مخلصنا على عطر هذا البخور أن يكون عيد ارتفاع صليبك الكريم بشير الأمان والسلام. ارفع بي شأن بيعتك المقدسة، دبر رعاتها، زيب الفضائل كهنتها، نقي شمامستها، اضد شيوخها، ادب أطفالها، قوم شبيبتها، صن أيتامها، أعل أراملها، رح في مساكن النور إخوتنا وأخواتنا الراقدين على رجائك. وهلنا جميعا أن نستظل حمى صليبك في يوم مجيئك العظيم. برخمور أبون رشريشون، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى بيك المبارك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. بعد الأخبار عاطل عن الحرية الساعة 10:15. محاربة الفساد مش كلمة بتتم. جتنا الموافقة على المشروع. القصة بدها قرار، بدها إرادة، بدها جرأة، وأكيد بدها ثورة. مع غادة عيد، سبت 6 المساء على الام تي في. قول لا للفساد وبلغ على 70 845 844. الناس قرفانه
بدها اقتصاد. صار الوقت لنحكي عن هموم الناس. بدها كهرباء، بدها مي، مشاكلهم. طب ما اجى الوقت كل سنة منطالبهم ومطالبهم. وين الكهرباء؟ وين المي؟ وين الزبالة؟ نحن اليوم عم نعيش وضع استثنائي جدا جدا جدا. صار الوقت لشو؟ ليكون في مساحة للشباب اللي اليوم موجودين اكثريتهم اليوم بهذا الاستوديو ويعطوا رأيهم بحرية. كيف عم بتردوا علاقات مع نظام سوري مثل هيدا؟ ممنوع نتداوس بالشوارع. البهدلة هي وصلت الاقتصاد الى الانهيار. صار الوقت لنسمي الاشياء باسمائها. هيدا تضليل للناس وللرأي العام. صار الوقت نفتح النقاشات الممنوعة. دولة سلمتك ياها عملتها دولة مستلمينها حرامية. نتواجه بالحجج. بدو هذا الأمر تغيير الصيغة اللبنانية. صار الوقت مع مارسيل غانم كل خميس الساعة 9:30 المساء مباشرة على الام تي في. طموحاتك عم تتطور ومصرفك عم يتطور كمان. للمشاركة مع الحضور ببرنامج صار الوقت مع مارسيل غانم تواصلوا معنا على الرقم 81-480-616 أو عبر البريد الإلكتروني audience@sarelwaqt.com. رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيليبي يقرأ في اليوبيل الفضي لأخويات شبيبة العذراء في لبنان برخمورة بون رشرشوني. المجد للسيد بولس والرسل ولتكن مراحم الله على القارئ والسامعين على هذا الكرسي وهذه الجماعة إلى الأبد. يا إخوتي اقتدوا بي وانظروا إلى الذين يسلكون على مثالنا، فكثير من أولئك الذين كنت أكلمكم عنهم مراراً وأكلمكم عنهم الآن باكياً يسلكون كأعداء لصليب المسيح، أولئك الذين عاقبتهم الهلاك، أولئك الذين إلههم بطنهم ومجدهم في عارهم وفي أمور الأرض همهم، أما نحن فمدينتنا في السماوات ومنها ننتظر الرب يسوع المسيح مخلصاً، وهو سيغير جسد هواننا فيجعله على صورة جسد مجده وفقاً لعمل قدرته التي بها يخضع لنفسه كل شيء. إذن يا إخوتي الذين أحبهم وأشتاق إليهم وأنتم فرحي وإقليلي، أثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء، والتسبيح لله دائماً برخمورة بون رشرشون. الصليب عند الهالكين حمقا، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة يقدم البخور إلى مراحل
لي بنخمور أبون رشيشوني السلام لجميعكم ومع روحك من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة فلنصل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا كونوا في السكوت أيها السامعون لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي قال الرب يسوع لا أحد يشعل سراجا ويخفيه تحت وعاء أو يضعه تحت سرير بل يضعه على منارة ليرى الداخلون النور فما من خفي إلا سيظهر وما من مكتوم إلا سيعلم ويعلن تنبهوا إذن كيف تسمعون لأن من له يعطى ومن ليس له يؤخذ منه ما يظنه له وأقبلت إليه أمه وإخوته ولم يقدر أن يصل إليه بسبب الجمع وأخبروه إن أمك وإخوتك واقفون في الخارج يريدون أن يروك فأجاب وقال لهم إن أمي وإخوتي هم هؤلاء الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها برخمور أبون ريش ريشوني حقا والأمان لجميعكم للمسيح يسوع الإله الواحد أمين إن أمي وإخوتي هم هؤلاء الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها بوتريكس لانس لنونس أبوستوليك إخواني السادة المطارنة والآباء دت العقيد ممثل قائد الجيش رئيس رابطة الأخويات واللجنة الإدارية الفعاليات المدنية والعسكرية أخويات الشبيبة أيها الإخوة والأخوات الأحباء يؤكد الرب يسوع أن كلمة الله إذا سمعت بإيمان تخلق عائلة الله الجديدة التي هي الكنيسة وتجعل القربة الروحية أسمى من قرابة الدم فالقرابة الروحية تتحدر من سماع كلمة الله والعمل بها وبها نصبح كأم وإخوة ليسوع المسيح فمريم قبلت الكلمة بإيمان وحب في قلبها على لسان الملاك جبرائيل فأصبحت الكلمة جنيناً في حشاها ونحن إذا قبلنا كلمة الله مثل مريم أصبحت الكلمة مجسدة في أفعالنا ومواقفنا ومبادراتنا أكن في العائلة أم في الكنيسة أم في المجتمع أم في الدولة يسعدنا أن نحتفل معاً بهذه الليتورجية الإلهية التي تحيي فيها أخويات شبيبة العذراء في لبنان
يبيلها الفضي بمرور 25 سنة على تأسيسها مع عيدها السنوي اليوم. إننا نحيي سيادة أخينا المطران ميشيل عون المشرف على رابطة الأخويات والمرشد العام للأخويات الأب إدمون رزق الراهب المريمي والمرشد المركزي الخوري إميل داغر ورئيس اللجنة المركزية جميل كساب وأعضائها وكل المرشدين المحليين. إننا نهنئ أخويات الشبيبة بالعيد وباليوبيل راجين لأعضائها أفراداً وجماعات أن تكون الأخوية المكان والوسيلة لسماع كلمة الله والعمل بها فتصبح حقاً عائلة الله التي رأسها المسيح ونورها الهادي كلمة الله ومصدر حيويتها الروح القدس ورفيقة دربها الساهرة عليها أمنا وسيدتنا مريم العذراء. إننا نقدم مع أخويات الشبيبة هذه الذبيحة الإلهية إفخارستية شكر لله على النعم والبركات التي أغدقها طوال 25 سنة على هذه الأخويات وعلى أعضائها والمسؤولين فيها ومن خلالها على الكنيسة بفضل صلوات أخويات الشبيبة ورسالتها وتفانيها في العمل الرسولي سواء في الرعاية أم في الأبرشيات. وقد بلغ عدد فروعها في مختلف الرعاية 150 فرعة منتشرين في 16 إقليم في مختلف المحافظات اللبنانية، وهذه نعمة عظيمة من الله. تتميز أخويات الشبيبة بثلاثة: العمل داخل الرعية مع الكاهن والجماعة الرعائية، الفريق الروحي الملتزم بالصلاة يومياً وأسبوعياً والتنشئة الروحية، والفريق الرسولي الذي يقوم بالنشاطات الرسولية داخل الرعاية. لقد نعمت أخويات الشبيبة ببركة قداسة البابا فرانسيس وتوجيهاته عندما زارته لجنتها المركزية منذ أسبوعين بمناسبة الزيارة التقوية التي قامت بها إلى الفاتيكان وروما مدينة القديسين بطرس وبولس وعاصمة الكاثوليك. وإذ نرحب بكم جميعاً أيها الحاضرون، أوجه تحية خاصة لفريق الكهنة الآتين من بولندا في زيارة تقوية إلى لبنان بمناسبة احتفالهم بيوبيلهم الكهنوتي الفضي، فإننا باسمكم نهنئهم ونصلي كي ينعم الله عليهم بالمزيد من النعم الإلهية وعلى بولونيا وطنهم وطن القديس البابا يوحنا بولس الثاني، كما نتمنى لهم طيب الإقامة في لبنان. إن أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها. أراد الرب يسوع بهذا الجواب أن يؤكد أمرين: في الأول يبين أن سر أمومة مريم بالجسد بدأ أساساً بأمومتها الروحية حالما قبلت الكلمة الإلهية في قلبها بإيمان وحب كبيرين، فتحولت الكلمة جنيناً في حشاها، ما يعني أن القرابة الحقيقية ليست بالجسد بل بقبول كلمة الله والعمل بإرادته. وفي الثاني يؤكد أنه الرب يسوع يخصص
الذين يقبلون الكلمة الإلهية ويعملون بها، يخصهم بالحب إياه الذي يحب به مريم أمه، ويدعوهم لفتح عقولهم لنور كلامه وإخضاع إراداتهم لطاعته. ولقد كشف بجوابه قيمة الأمومة والأخوة له، إذ بقبولنا كلمة الله نصبح إخوة ليسوع بالإيمان، وبزرعنا كلمته في القلوب نصبح أمه. أنتم يا شبيبتنا الأعزاء تعيشون هذه الحقيقة في أخوياتكم، فبانتمائكم إلى الأخوية تسمعون كلمة الله يومياً وأسبوعياً. إذا قبلتموها بإيمان وحب في قلوبكم تصبحون إخوة ليسوع بالروح، وعندما تزرعون الكلمة في القلوب من خلال رسالتكم ونشاطكم وشهادة حياتكم تصبحون أماً ليسوع بالروح. إن الأخوية تضمن لكم هذا الشرف العظيم. ما نقوله لشبيبة الأخويات نقوله لكل مؤمن ومؤمنة، بل لكل إنسان في العائلة والمجتمع والكنيسة والدولة. وحدها كلمة الله ترفع الإنسان إلى قمم الروح والأخلاق، وتحرر من العبوديات على أنواعها، وتجمع بين الناس، وتجعلهم عائلة الله على تنوع أفرادها ديناً وعرقاً ولوناً وثقافة. بسماع كلمة الله يتجاوز الأزواج خطر خلافاتهم ويجدون حلاً لها قبل تفاقمها، ويهتدي الوالدون إلى تربية أولادهم بالسهر عليهم وحمايتهم من الانحرافات. وبسماع كلمة الله يعيش الناس حياة اجتماعية سليمة مبنية على علاقات المودة والاحترام والتعاون والتضامن. وبسماع كلمة الله يقوم رعاة الكنيسة وكهنتها ورهبانها وراهباتها برسالتهم، شاهدين بمثل حياتهم لمحبة المسيح، ومجتهدين في تطبيقها بالأفعال والمبادرات. وفي الدولة لو تسمع الجماعة السياسية كلمة الله لتحرر أصحابها من مصالحهم الخاصة ومكاسبهم المالية غير المشروعة على حساب الخير العام ومصلحة الشعب ومالية الدولة. بسماع كلمة الله يكف السياسيون عن التراشق بالتهم، ويعملون بروح المسؤولية على إيجاد السبل السريعة والناجحة للخروج من الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية. بسماع كلمة الله في قلوبهم يتحرر النافذون من فسادهم، ويقضون على مكامن الفساد وعلى المفسدين، ويرفعون الغطاء السياسي عنهم. ومن المؤسف حقاً ونحن في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الدقيق وأمام واجب إجراء الإصلاحات المطلوبة دولياً في الهيكليات والقطاعات، يؤسفنا أن نرى قيام حملة مريبة تطاول الجيش اللبناني الوطني بامتياز، وتحاول عبثاً النيل من مناقبيته وقيمه قيادة وضباطاً وأفراداً،
إننا ندعو اللبنانيين المخلصين لتجديد ثقتهم المطلقة به قائدا ومؤسسة وعقيدة وطنية وسلوكا ارتقى بالتضحيات الغالية فوق كل الصغائر. إن حماية مؤسسة الجيش هي حماية أسس الوطن وأمنه واستقرار الدولة والمجتمع. من أجل هذه الغاية النبيلة نحن ندعو بإلحاح شبابنا للانخراط في هذه المؤسسة المشرفة. ومن جهة ثانية، فيما الشعب اللبناني بحاجة إلى طمأنة واستقرار بعيداً عن التخويف والتشكيك وتقاذف المسؤوليات حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة، يجب أن يدرك الجميع أن هذه الأزمة التي يعاني منها لبنان متشعبة الأسباب والمراحل، بينما هو دولي وإقليمي وداخلي، وما هو مزمن أو مستجد أو متماد أو متفاقم، غير أن المقلق هو محاولة التنصل من المسؤولية ورميها على رجل واحد أو مؤسسة واحدة، فيما الدولة بكل أركانها ومؤسساتها هي المسؤولة ولم تقم بأي خطوة إصلاحية أو مبادرة عملية لالتزامها بوقف الهدر والفساد أو حتى لمجرد التقشف في المظاهر. فليس من المقبول التصويب على مصرف لبنان برئاسة حاكمه الذي حاز على كل التقدير الدولي ونجح في الحفاظ على الاستقرار النقدي في هذه الظروف الضاغطة اليوم كما في الأمس. فبدلاً من البحث عن كبش محرقة لن يؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي والنقدي، وبدلاً من الهروب من المسؤولية ورميها على الغير، يجب على السلطة القائمة تحمل مسؤولياتها. وفيما المواطن يتطلع إلى العدالة للحفاظ على حقوقه ورفع الظلم عنه، معتبراً أن القضاء ملجأه الأمين والآمن، نجد بكل أسف من يعمل على تلوين القضاء باللون المذهبي وعلى تسييسه من أجل مآرب شخصية، فيتدخل في عمل القضاة ويدخل ممارسات تناقض قوانين المحاكمات، وهدفه تحميل المتهم مهما كلف الأمر جرماً لم يقترفه. لماذا أيها المسؤولون تقوضون القاعدة الأساسية العدل أساس الحكم؟ أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، سماع كلمة الله حاجة كالخبز اليومي من أجل تغذية القلوب وإنارة العقول وإحياء الضمائر وتوجيه الإرادات. هذا ما كان يعنيه الرب يسوع بجوابه للمجرب: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وحدها كلمة الله تشبعنا، أما الخبز المادي فيزيدنا جوعاً. فلنسعى في إثر خبز كلمة الله لتجعل منا دوماً نشيد إيمان وحب في أفعالنا
للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد آمين. نؤمن بإله واحد ربحيدلوه والوتلوه رمحاني طليوت ونبسوه الطيبوتو خيعوا للبيت وخوصون بايكلوه قوتشوه ديحل تخمور يدعين وابتديكو تخقى لفين صلاة وعلى القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت آمين. بذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم لا سيما الطباوية والدة الله مريم ومار يوسف البتول ومار مارون ومار يوحنا مارون. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة أخويات الشبيبة في لبنان الأعضاءها القيمين عليها مرشديها. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان آمين. أطوفي نظرك علي يا سلطان
فرديتك فرد علي أقو في نظرك علي يا سلطانة الوردية اسمك حر ابنك الوحيد اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين. السلام لك يا مذبح الله السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك السلام لكم إخوتي الأحبار الأجلاء وكهنة المسيح وخدام الروح القدوس لتحل فيكم كلمة المسيح بكل غنى لتعلموا وتنبهوا بعضكم بعضا بكل حكمة ليملك في قلوبكم سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا برخ مربون ريش ريشوني فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد آمين نشهد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا لندعو مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد بارك مورب ريش ريشوني فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد آمين محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة حلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد ومع روحك لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا إنها لديك يا الله لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين إنه لحق وواجب حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة
ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. قادش 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 قدوس قدوس أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات. يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم، وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيوم هود اقدم حشودي لمعبد حيين ساب اللحم بدم قد شدو بارخ قادش واقسو يا بالتلميذ كادو مار so
حيد العلماء آمين. كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله. وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا يا رب ارحمنا وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرفع على هذا القربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب. وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا آمين. لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد آمين. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك ولا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما مار بشارة بطرس الراعي بطيركنا الإنطاقي وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقابة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك. نسألك يا رب بصوتي إلى الرب أصرخ بصوتي إلى الرب
بك أيها الآب أن تزرع فينا بذور الرجاء لنكون النور الذي يشع بين الناس. ساعدنا لنكون على صورتك ومثالك بقلب واحد متحدين بالصلاة. أعطنا القدرة على الوحدة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبناننا الذي نحمله دوماً بصلاتنا، دارعين إليك يا أبانا من أجل المسؤولين فيه كي يعملوا من أجل الخير العام، خالقين واحة سلام وطمأنينة، واضعين خطة لوقف نزف الشباب فيه، نسألك يا رب. بصوت إلى الرب أصرخ، بصوت إلى الرب أتضرع. أعطي أيها الآب للجنة المركزية واللجان الإقليمية والفروع وأبناء أخويات شبيبة العذراء في لبنان في عيدهم 25 هذا ألا يخافوا من المستقبل المجهول. ثبتهم بقوتك فيستعدوا استعداداً مسيحياً كاملاً لينطلقوا في رحلة المستقبل، وأن يتسلحوا بأسلحة البر والتقوى والقداسة ليغدوا مجاهدين في حقل الإيمان حيث باتت أيادي الشر تقتل أرواح الأبرياء. اجعلهم يا رب حماة الكنيسة وصوتها الصارخ في البرية، نسألك يا رب. بصوتي إلى ربي أصرخ، بصوتي إلى ربي أتضرع. نذكر في اليوبيل الفضي هذا جميع القديسين شفعاءنا: القديسة مريم أمنا، مار مارون، مار يوحنا مارون، والقديس البابا يوحنا بولس الثاني ابن الأخويات. أنعم علينا يا رب روحك القدوس فنغدو مبشرين بك، ونعمل بإنجيل ابنك يسوع المسيح، ونحمل البشرى السارة أينما كنا، وأعطنا أن نكون لك شهودا دائما في بحر هذا العالم. أنت الربان الحق، نسألك يا رب. بصوتي إلى الرب أصرخ، بصوتي إلى الرب أتضرع. أذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، بخاصة أحبارنا المدفونين ها هنا، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم، أرحهم في ملكوتك، لأن واحداً ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع، الذي نرجو بواسطته أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. Thank you.
شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبي، يا حملا سارا لنفسي حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرق الملتوية، فارخ مربون ريشريشوني. لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. احنو رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله. واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا حياة جديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح لمغفرة خطايانا. خلاصنا نبادر إلى وجهه بالاعتراف، ونهتف له من مشاعر، فإن الرب إله عظيم وملك عظيم على جميع الآلهة.
صانعنا، فإنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. اليوم إذا سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم، هلموا نرنم للرب، نهتف لصخرة خلاصنا، نبادر إلى وجهه بالاعتراف. هللويا هللويا هللويا. جسد المسيح ودمه أربع الحياة، جسد المسيح ودمه أربع الحياة، جسد المسيح ودمه أربع الحياة، جسد المسيح. رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي Thank you.
المشارف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. بفرح وسرور تحتفل رابطة الأخويات بيوبيل 25 سنة لأخويات شبيبة العذراء، وتكتمل هذه الفرحة معكم يا صاحب الغبطة والنيافة رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان أبينا البطيارك مار بشارة بطرس الراعي الكلية طوبة. إنها انطلاقة جديدة متجددة مع نخبة من الأشخاص الذين أرادوا التعمق في فهم إيمانهم المسيحي وعيشه حسب تعاليم الكنيسة المقدسة على مثال أمنا مريم العذراء، فنسعى إلى القداسة ونعلن باستمرار إيماننا المسيحي ونتبنى أهداف الكنيسة ونساهم في إنماء وطننا لبنان وفي بناء عالم أكثر عدالة وتضامن وفرح، ونشهد في حياتنا فنسر ونقول مع بولس الرسول: تشبهوا بي كما أنا أتشبه بالمسيح. فلكم منا كل شكر، ونتعهد أمامكم اليوم وأمام سيادة المطران ميشيل عون المشرف على رابطتنا أن نكون أمينين لرسالتنا والتزامنا، متحدين معكم، ونبقى كما عاهدتمونا مثل الأرزة الخضراء. إلهي، عرفناك أبا تبحث عن ابن تغرب لتشرق عليه بنورك المطمئن فيهتدي. اجعلنا نغوص في سرك، أنت ألف حياتنا وياؤها، تمسكنا أطفالاً، تشددنا شباباً، وتطلقنا للعالم شهوداً. إلهي، شاركتنا أخاً وأعلنتنا أبطال السنة اليوبيلية الأبدية من مجمع ناصرة جليل الأمم عندما قلت: جئت أعلن سنة مرضية للرب، بلغت بملء أعيادها نوراً يتدفق رقراقاً محفزاً من خبر فارغ ليملأ قلوبنا اندفاعاً. إلهي، ترافقنا روحاً قدساً ترفع منا همّاً تربص زمناً، تخلق فينا حماساً للخدمة فنثبت متأصلين مثل الأرزة الخضراء لنقول: ها نحن فأرسلنا. تشددنا كي نشهد دوماً أننا مخلصون بالتوبة بالمحبة للقداسة. مريم أمنا، رافقين في السنة اليوبيلية التي لا تنتهي، لأن الحب باق بنبض قلب الله، ونحن من حبك نهتدي وإلى ثالوث الحب الأبدي نتوق. آمين. مرسي صاحب الغبطة. من بعد البركة الأخيرة رح يوقف صاحب الغبطة مع أصحاب السيادة والكهن المحتفلين بالوسط، ومناخد صورة تذكارية كلنا سوا، فمنضلنا واقفين مطرحنا من بعد البركة الأخيرة. نشكرك أيها الرب الإله الآب، ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس برخمورابون ريشريشوني وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك.
أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك، وبك يليق المجد والوقار مع أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين. يوبيل مبارك. عقبال عقبال الذهبي. يا مريم يا أم الله،